هل قدرة الله مطلقة؟ هو ده سؤال. طبعا قدرة الله مطلقة، والمسيح نفسه أكد الحقيقة دي وقال كل شيء مستطاع عند الله. لكن لو دققنا شوية هنلاقي إن في حاجات ما قدرش عليها ربنا، والمسيح برضو أكد الحقيقة دي. لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة. فين؟ في وطن. ليه؟ لعدم إيمانهم. صحيح قدرة الله مطلقة، لكن قدام إرادة الإنسان تقف عجزة. أصل الإنسان مخلوق على صورة الله، ولازم يوافق أنه يسلم نفسه لربنا عشان يقدر ربنا يخلصه. مع أن الإنسان ما عندوش قدرة على خلاص نفسه، لكن لما يسلم نفسه لربنا تتعامل مع قدرة الله المطلقة لخلاصه. أما الخطاة اللي بيصروا على رفض الخلاص، بيقول عنهم المسيح مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. أصل بيكون عندهم قدرة يسمعوا بس بالأذن الخارجية ويفرحوا بكلام ربنا ويبانوا كأنهم فاهمين، لكن الكلام مش بيدخل جوه القلب عشان يغيرهم. وساعتها نلاقي ربنا يقول أنا مش قادر أخلص الناس دي. ليه؟ أصل لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. والعجيب نلاقي الكتاب يقول إن كلمة الخبر لم تنفع الذين سمعوا. كان المفروض يقول إن كلمة الخبر لم تنفع الذين لم يسمعوا. أصل ما فيش إنسان في العالم مش هيسمع كلمة الخبر، عشان كده يقول الكتاب أنت بالعذر أيها الإنسان. ونفس الكلام عن المؤمن، لو إدى ربنا السلطان الكامل هيلاقي قدرة الله المطلقة تعمل فيه بكل قوة. وكل ما يطيع المؤمن ربنا، كل ما ياخد ربنا العمق الشركة معاه ويفهمه المكتوب في خلوته. لكن لو كنت مؤمن جسدي هتلاقي ربنا يقولك إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لك، ولكن لا تستطيع أن تحتمل الآن. في كنوز في الكلمة والحق الإلهي مش هتقدر تفهمها أو تدركها، وربنا مش قادر يقولها لأنه ودانا تقلت ومش قادرة تسمع، زي ما قال الكتاب إذ قد صرتم متباطئ المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بدائة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. يا جماعة، واحد زي بولس ده مش جاي من كوكب آخر، لكن من يوم ما قبل نعمة المسيح اتغير تماما وبقى عنوان حياته يا رب ماذا تريد أن أفعل. عشان كده ربنا اداه فرط من الإعلانات، وزي ما حصل مع مريم العذراء، لولا أنها قالت هو ده أنا أمة الرب ليكن لي كقولك، فمضى من عندها الملاك، وساعتها حل عليها الروح القدس وقوة العلي ظللتها وتولد منها القدوس يسوع، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. بس انت لما وافقت مريم، احنا اللي بنمنع ربنا ان يخلصنا لو كنا خطاة، مع انه يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، واحنا اللي بنمنع ربنا انه يملانا ويقدسنا ويعمل فينا بكل قوته لو كنا مؤمنين. لكن في واحد وصل معاه الحال ان ربنا اتخانق معاه عشان يقدر عليه، وبرضه ربنا ما قدرش عليه، مع انه اتخانق معاه طول الليل. ويقول الكتاب ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. مع ان ربنا كان عايز يخلص الخناقه ويمشي، وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر، لكن يعقوب مرضيش وقال لا اطلقك ان لم تباركني. هو انت يا رب بتتخانق مع يعقوب على ايه؟ انت عايز منه ايه؟ الخناقه كانت على مين يكون فينا الراس، انا ولا هو؟ ويعقوب يقول انا عايز اغلب ربنا، وغلب فعلا بقوتي، جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب. والصراع ده كان موجود بطول حياة يعقوب. ليه؟ أصله كان على طول بيخطط لنفسه ومتكل على قوته. يا ترى مين الراس؟ مين السيد؟ مين قاعد عند دفة سفينة حياتك؟ هل خدمتك وبركة حياتك مبنية على إنك غلبت المسيح وإنت قائد معركة انتصارك؟ ولا مبنية على إنك عبد المسيح وممكن تلاقي ربنا يضطر إنه يكسر حق فخذك؟ لكن قبل ما يحصل كده تعال سلم له كل إرادتك وقول له أنا مش عايز إرادتي تمنع عملك فيا، أنا عايزك تستطيع كل شيء في حياتي وتمتلك كل شيء في كياني عشان تعمل فيا بكل قدرتك المطلقة.